اليوم نحن في مناسبة سعيدة على قلوب جميع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي ذاكرة الأيام سنتناول معكم ذكرى الولادة الميمونة للشيخ المفيد قدس الله سره الشريف. ولد محمد بن النعمان قدس الله سره الشريف سنة 336 للهجرة الموافقة لسنة 947 ميلادية. طبعا ولد الشيخ المفيد في قرية تسمى بسويقة البصري، وأكيد ترعرع في كنف والده الذي كان معلما في مدينة واسط، ولهذا أطلق على الشيخ المفيد بلقب ابن المعلم، ولقبه علي بن عيسى الرماني المعتزلي بالمفيد أثناء مناظرة حصلت معه استطاع فيها دحض حججه. كان عصره مليئا يعني الشيخ المفيد بالأحداث في منطقتي الكرخ وباب الطاق، أكيد في العاصمة بغداد، اللتين تعرضا لأعمال الحرق والنهب والقتل والعنف وعشرات المرات. ولحق الشيخ المفيد قدس الله سره من أذى ولحق من أذى هذه المحن الكثير، حيث تعرض للنفي من بغداد إثر حوادث شغب حصلت في العام 392 للهجرة، وتعرض أكيد مرة ثانية للنفي في عام 395 للهجرة، يعني تقريبا فرق 3 سنوات بين النفيتين. الأولى كان بأثر حوادث شغب، أما الثانية فحدثت نتيجة فتنة حصلت بين أهل السنة والجماعة والشيعة. طبعا الشيخ المفيد أكيد هو من العلماء الأجلاء الذين نقلوا وكتبوا وألفوا في أهل البيت عليهم السلام، وله الكثير من المؤلفات، وواصلها تلميذه أحمد بن علي النجاشي إلى 200 مصنف تقريبيا. كانت حياته العلمية في أغلب الأحيان في ترويج مذهبه والدفاع والجدال مع المخالفين للشيعة الاثني عشرية على اختلاف فرقهم. طبعا الشيخ المفيد كلنا معرفة بأن الشيخ المفيد وارى ثرى ومدفون في الكاظمية المقدسة قرب ضريحي سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر وحفيده الإمام الجواد عليهم السلام. لذلك لابد أن نذكر دائما هؤلاء الشخصيات الذين لهم فضل كبير علينا ونقلوا لنا كثير من العلوم والمعارف، وأكيد إحنا في ذاكرة الأيام دائما نستذكر هذه الحوادث التاريخية.